اللاعب اللي سبق ولعب في الجيش الملكي والنادي المكناسي. كان هداف فريق النادي المكناسي. هنا يتدخل الحكم وشاغو في التنفيذ. شاغو حوار اخر مع الحارس نادر المياغري. ثالث كرة ثابتة لشاغو امام نادر المياغري. هناك سفيان قادوم. شاغو هو قادوم. شاغو غادي يسدد. كيسدد كرة قوية. الثالثة كانت في القائمة الأفقي أو العمود الأفقي لمرمى الحارس نادي المياغري. لاحظوا الإعادة، لاحظوا الإعادة. كرة جميلة جدا. شاغو كل كرة كانت موترة في هذا النزال بينه وبين نادي المياغري. بكرة الهلالي الرابح. مقطوعة الكرة، تماس